السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نفتح مشروع من مشاريع البروجكت وايز، وازاي نحط ان في ايشو او في مشكلة معينة. خلينا نفتح مثلا مشروع زي دوت بالبروجكت وايز بروجكت اللي هو تبع بنتلي. اخترت المشروع منهم، فبيبدأ يفتح لي الواجهة بتاعت البرنامج، بيبدأ يفتح لي داشبورد، ببدأ اشوف المشروع وصل لحد فين، ايه المشاكل الموجودة، ايه الحاجات اللي اتحلت، وهكذا. فبيبدأ يجيب لي المعلومات كلها، فتبدأ بقى تخش تقول له مثلا انا عايز اشوف الدوكيومنتيشن، دي الحاجات كلها تقدر تحط اي كومنت على واحد فيهم. طيب خلينا نشوف مثلا ايشيو، لو في اي ايشيو هتظهر معاك هنا اقول له نيو، وفي مشكلة مثلا في البايبس، التاريخ المفروض تحل فيه، الستيتس بتاعتها تمام، مين اللي المفروض يعملها، لو خلصت بنقول له كلوز، لو في وصف للحاجة هقول له هنا سيف، ممكن اقول له سيف. ممكن بعد كده تدخل على الكومنتات لو في اي كومنت عندك. ودي بقى التاريخ، مين اللي دخل عمل عدل وهكذا. فممكن بعد كده تقول له سيف اند اكزيت، فيبدا يظهر عندك الايشو ديت موجوده اهيت. لو انت عندك فيه كذا ايشو ممكن تعمل فلتر للحاجات، ممكن تعمل سيرش لو انت عندك برضه مجموعه كبيره فعايز تعرف المعلومات ديت. ممكن تدخل على الخصائص بتاعتها، ممكن تدوس هنا تعرف الايشو دي ايه المشكلة اللي فيها، ممكن تعمل لها assignment، ممكن تعمل لها copy تمام. بس يبقى عندك اتنين، ممكن تعمل export ال PDF، ممكن تصدر كل المشاكل دي لجدول اكسل.